بتبتدي تشوفين أمي وايد؟ كنت أشوفها كل يوم. كنتوا صديقات يعني؟ كنت أقرب. إنزين شلون ماتت؟ كانت مريضة؟ لا يا يما، أمك ما كانت مريضة، أمك كانت حامل فيك بشهرها يوم ياها خبر وفاة أبوك. تعبت حيل من البكي، عقب الولادة صارت ما تاكل زين ليه ما ضعفت. والله خذ أمانته. شلون يعني ياها خبر أبوي؟ أهل الهند يوم ردوا من سفرتهم وصل لها خبر وفاة أبوك مذبوح واحترت. مذبوح؟ أبوي مات مذبوح؟ إيه مات مذبوح هناك. إنزين ما عرفوا من اللي ذبحه؟ قالوا عصابات في الهند. يعني أمي ماتت محترة على أبوي؟ إيه يا بنتي، أمك ماتت محترة عليها.